احنا عملنا اقتصاد مصر حولناه لاقتصاد ريعي، الاراضي موجوده. الحاجه الثانيه بقى لما اجيب اروح للبنك النهارده هيجي البنك يقول لي تقييم، اقول له يا بيه تقييم ايه؟ ده الحكومه نفسها بجلاله قدرها مجلس الوزراء مجتمع وقايل المتر ده ب 3000، اما يجي بتاع البنك يقدر يقيمه لي بال 10 جنيه اللي انا خدتهم ولا يقيمه بالثلاثه؟ بالثلاثه اللي موجودين ده ما قيمش اكتر. هنقول الراجل مش فاسد وبيبيع سبح وبخور وناس زي الفل. هيعمله بنفس الرقم ال 3000 جنيه او ال 5000 جنيه اللي عامله، يقوم يديله النص عليه. طب قيمه الارض لو انا جيت النهارده ما سددتش، البنك يقول لك هسحب الارض منك، ده انت سحبت الارض ب 10 جنيه يا استاذ اللي الراجل خد فيها 1500 جنيه. يعني ادي كانت نوع من انواع الفساد. انا هاكد الكلمه الصغيره بعد اذنك يا دكتور، معلش تاكيدا لكلامه، حسين سجواني لما خد ارض جماك اشتراها ب 130 مليون جنيه، دفع 30 مليون جنيه مقدم وخد قرض بقى من البنوك المصريه طبعا بضمان الارض دي اللي هو بقى فيها 30 مليون التقييمات العاليه دي 750 مليون جنيه قرض. ما هو ده حضرتك انت ده بقى بيتكرر في ال 20 حاله ولا في ال 30 حاله؟ لا حضرتك عمر افندي عمر افندي القنيه بتاع الجميل اشتراها ب 490 مليون جنيه، خد قرض من البنوك المصريه رهن 16 فرع، هم 88 فرع، رهن 16 فرع بعد 3 شهور 690 مليون جنيه اللي هم بيشتكونا البنوك النهارده. من غير ما يشتغلوا من غير ما يشتغلوا. بعد 3 شهور بس. وباع 10% من اسهمه لمؤسسه التمويل الدوليه لواحده اسمها راشيل يهوديه وامريكيه. ايه حكايه اليهوديه؟ ب 500 مليون جنيه ل 10%. لا يعني ال 10% ال 10% اكبر من قيمه الصفقه بالكامل. 30 مليون دولار. ورهن 16 فرع، 16 فرع بس. وفي لسه 70 فرع ما جاش ناحيتهم. رهنهم ب 690 مليون جنيه والبنوك المصريه يعني المستثمر هنا جه ما جابش حاجه من جيبه. ما جابش معاه. ما جابش حاجه من جيبه. فهي ديت قصه الفساد اللي احنا حسبناه بقى حضرتك، قصه الفساد في القطاع العام فقط. في صفقات القطاع العام وتوزيع الاراضي، حول مصر لاقتصاد ريعي موجود، كل واحد ياخد حته. انا اشتغل ليه النهارده؟ انا اعرف حضرتك او اعرف الوزير فلان يقوم مضي لي ورقه خليها معايا. سنتين، سنه ونص، نص سنه، بعد كده بقيت انا الحل إيه كان بقى؟ بيقولوا كان بيقولوا في الحل ناس إيه؟ حل تماما الحل بقى تمام الحل بقى احنا عرفنا عصر مبارك عامل بالظبط. لا فاتوره إيه الفساد اللي موجوده ديت هي دي اللي تم كذا. السؤال بقى هنا نحل الحلول. مفيش حاجه في الدنيا مشكله من غير حل، مفيش حاجه من غير حل، لا يوجد تحت سماء البصيره دي كلها حاجه من غير حل. السؤال تعالى يا عم، الشركات اللي تم اخذها عنوه، انا بسميها عنوه لان دي شركات اتخذت بالغصب من المالك الاصلي ليها اللي هو الشعب عن طريق الوكيل بتاعه اللي هو زي المحامي زي الاستاذ خالد المحامي وكيلا عن الاستاذ حمدي، هو اتخذت عنوه عن طريق الوكيل بتاعه باعها بقضيه فاسده. تعالى يا عم تقييم الكلام ده بتاريخه النهارده كذا، قيمه الفلوس اللي كانت لو حطيناها في البنك المركزي سعر الفايده بتاعها كذا. السؤال عند حضرتك تدفع فلوس هيقول لك لا ما عنديش متشكرين بيها، عند حضرتك بضاعه تديها لنا بالقيمه الفرق دي لا والله ما عنديش. طيب حضرتك تقييم الشركه احنا مقيمينها الوقت بال 10 قروش، هناخد بيهم اسهم بالقيمه ديت ويبقى في محفظه موجوده في وزاره الماليه فيها قيمه الاسهم بقيمه الاموال، بدل ما بيمتلك 100% تلاقي ملكيته بقت 5% وال 95 رجعوا للدوله. السؤال بقى هنا، الدوله تحب تبيعهم تاني؟ تاني قصه الفساد كانت موجوده في بيع القطاع العام في الطيب. الاقتصاد الريعي اللي جه اكبر عمليه لتوزيع الاراضي تمت في عهد الدكتور كمال الجنزوري اللي مسك من 4 يناير ل 5 اكتوبر، من 4 يناير 96 ل 5 اكتوبر 99. جميع رجال الاعمال اللي انت شايفاهم اللي عندهم كم اراضي موجود 4 يناير 96 ل 5 اكتوبر 99، وبالمصادفه ده كان يوم سبت وده كان يوم سبت. يعني بالمصادفه كده معرفش يوم السبت معاه ايه يعني. المهم اكبر كميه اراضي اتباعت، كميه الاراضي اللي اتباعت ديت اتباع المتر لا يتجاوز ثمنه 10 جنيه. نقول وماله؟ برضه نجمح للخير، الناس دي هتعمل مشروعات وعملاقه. معلش انت حضرتك بتجنح للبحث جدا. انا ما انا جايز للاخر للناس دول تمام. باع الاراضي ديت، فالناس اللي خدوا الاراضي كلهم بقى لا نستثني احد من ال 22 رجل اعمال اللي استولوا على قيمه ايرادات او قيمه اراضي مصر. خدوا من مصر قيمه الاراضي 22. اللي تم توزيعها يعادلوا 5 دول.
في الخليج. ماشي موافقين، وبقول لحضرتك هيبنوا ويعمروا يا فندم، خلينا من الاخر. لبنان والكويت وقطر والامارات. تمام، حضرتك لما خدوا الاراضي دي كان جاي يروح البنك علشان ياخد، خدوا بال حضرتك بقى حته الفساد اللي جايه دي، اللي هو زي ما قال الاستاذ خالد. هو اللي فات ده مش فساد؟ امال اللي فات ده يبقى ايه؟ حسن يعني خفيف حسن. خلينا في التقيل جاي بقى. حسن بيقول لك باعوا ارض لرجال اعمال قد خمس دول. تمام، بص حضرتك بقى، ولما خد الارض دي ب 10 جنيه المتر هيروح البنك علشان ياخد قرض منه يبني. طب انا شاريها ب 10 جنيه وكاتب العقد دلوقتي، البنك هيديني ايه؟ هيديني خمسة على في اكتر من كده؟ لا، نطلع له قانون بقى تفصيل محترم سنه 97. الدكتور كمال الجنزوري جه 4 يناير 96 عمل لجنه من مجلس الوزراء فيها وزير العدل اللي هو الاستاذ سيف النصر اللي توفى، عاطف عبيد، لان ده عرب اي صفقه فساد كده زي الناس اللي بيشوفوا الفناجين، فناجين الراجل ده يبقى معانا موجود، الدكتور يوسف والي يبقى موجود، وزير الصناعه يبقى موجود. عملوا ايه بقى؟ تقييم لجميع اراضي جمهوريه مصر العربيه، وتم اصداره في قانون المتر في المنطقه مثلا جاردن سيتي 10 قروش، المتر في المنطقه الساحل الشمالي من الكيلو كذا للكيلو كذا للعلامه دي اللي حضرتك واخدها مثلا يبقى ب 50 قرش، المتر في الحته اللي واخدها اللي هو حبيبنا الاستاذ حمدي والباشا حبيب يبقى عملوا دولت. تمام، طب قلنا دولت لما تعملوا لا نجنح للخير. انا قلت ايه والله؟ خلينا، ما انا هجيب لحضرتك للاخر. قلنا والله عملوا دولت علشان الناس دي لما تيجي تسجل في الشهر العقاري يدفع رسوم زياده يقوم يخش للدوله قرشين، يبقى اخذنا اي حاجه. اخر سطر في اخر جمله ان اكبر حاجه اكبر راس يتم سداده 500 جنيه. يعني انت قيمت له ب 10 جنيه اللي انا اديته للاستاذ خالد النهارده، بعديها بثلاث ايام قيمته لي ب 5000 جنيه المتر. لما اجي اروح الشهر العقاري ممنوع ادفع اكتر ب 500 جنيه. طب يا راجل خلي الرسوم زي ما هي حتى يخش لنا قرشين، يبقى حتى يعني عملنا اي حاجه يعني حضرتك عامله غد؟ طب يبقى اكلنا اي حاجه شربنا اي حاجه؟ يتباع ب 3000 جنيه ولا ب 5000 جنيه وماله؟ بس ناخد حتى حق الرسوم. انا بقول لحضرتك حتى الرسوم ما خدناهاش، حتى كوبايه الشاي احنا ما طلعناش بيها. من ضمن الحاجه شركة المراجل البخارية، كان في مستثمر جاي يشتريها ايام عاطف عبيد ما كان وزير قطاع الاعمال وعبد الوهاب الحباك رئيس الشركة القابضة، جاي يشتريها ب 62 مليون دولار اتباعت ب 17 مليون جنيه. مش دولار. لا، اللي اتباعت ب 17 مليون جنيه. اللي جاي يشتريها جاي يشتري ب 62 مليون دولار، يعني اتباعت ب 3 مليون دولار مثلا بالظبط حاجه كده. السؤال بقى لا يعني لا، انا برضو من الناس اللي هي بتجنح للخير. اقول وماله؟ لو هيبيعها والراجل ده جاي يعمل عماله ويفتح فروع اخرى ويكبر وينمي زي الفل، ودي كانت الشركه الوحيده في الشرق الاوسط اللي الاتحاد السوفيتي كان بنيها مع مصر لانها بتقوم بالحلل البخاريه جزء من الطاقه النوويه اللي احنا هنستخدمها عليها. السؤال بقى هنا، انا بعتها بقول لحضرتك يمكن الراجل جاي يطور، هيخلي الناس العماله اللي فيها كلهم في مصف الدكتور احمد زويل، وماله؟ نبيع له بثلاثة وبإرساق كمان. إنما السؤال، هو شال المكن خط الإنتاج ده باعه حديد خردة، وقام المباني اللي عاملها دي مباني في منيا الشيحة موجودة يعني جزء على النيل، قام عاملها فيلل ومقسمها وروق نفسه وأبراج، والناس كلها زي الفل وزي الألماس. معظم الشركات اللي تمت بهذا النظام. لسه الأرض لا، بس هي الأرض زي ما جزء هي منها زي بس منها تم لشتة. تم باعها لشركة الخلود للاستثمار العقاري لشتة، عشان شركة ايه اللي الخلود للاستثمار العقاري اشترت ايه؟ اشترت الأرض اللي موجودة في منيا الشيحة، ما تمش البناء عليها، هم اشتروه عشان يهيئوا للبناء. المصنع ما زال موجود ويمكن استعادته مرة أخرى، والمكان راح 6 أكتوبر وأهل منيا الشيحة مش هيسيبوه، يعني أهل منيا الشيحة مش هيسيبوا الأرض إلا ما تشتغل مصنع تاني. فنرجع تاني، قصة الفساد كانت موجودة في بيع القطاع العام في الطيب. الاقتصاد الريعي اللي جه أكبر عملية لتوزيع الأراضي تمت في عهد الدكتور كمال الجنزوري اللي مسك من 4 يناير ل 5 أكتوبر، من 4 يناير 96 ل 5 أكتوبر 99. جميع رجال الأعمال اللي أنت شايفاهم اللي عندهم كم أراضي موجود 4 يناير 96 ل 5 أكتوبر
99 وبالمصادفه ده كان يوم سبت وده كان يوم سبت. يعني دي المصادفه كده معرفش يوم السبت معاه ايه يعني. المهم اكبر كميه اراضي اتباعت، كميه الاراضي اللي اتباعت ديت اتباع المتر لا يتجاوز ثمنه 10 جنيه. نقول وماله؟ برضه نجنح للخير، الناس دي هتعمل مشروعات وعملاق. معلش بس ده حضرتك بتجنح للبحث جدا. انا ما انا جايبها للاخر للناس دول. تمام. باع الاراضي ديت، فالناس اللي خدوا الاراضي كلهم بقى لا نستثني احد من ال 22 رجل اعمال اللي استولوا على قيمه ايرادات او قيمه اراضي مصر. خدوا من مصر قيمه الاراضي 22. اللي تم توزيعها يعادلوا 5 دول في الخليج. ماشي، موافقين، وبقول لحضرتك هيبنوا ويعمروا يا فندم. خلينا من الاخر، لبنان والكويت وقطر والامارات. تمام. حضرتك لما خدوا الاراضي دي كان جاي يروح البنك علشان ياخد، خدوا بال حضرتك بقى حته الفساد اللي جايه دي، اللي هو زي ما قال الاستاذ خالد، هو اللي فات ده مش فساد؟ امال اللي فات ده يبقى ايه؟ يعني خفيف. خلينا في التقيل جاي بقى، حسن نيه. بيقول لك باعوا ارض لرجال اعمال قد 5 دول. تمام.